فازت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان. وأكد وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار على دور الهيئة طويل الأجل في تحقيق العمران المستدام من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمنة وبأسعار معقولة لتشجيع التماسك الاجتماعي للسكان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. هذا وأوضح أنه سيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021 خلال الاحتفال باليوم العالمي للبرنامج في العاصمة الكاميرونية ياوندي في الرابع من أكتوبر المقبل.